مرحبا أعزائي، كيفكن اليوم؟ أعزائي اليوم رح نعمل وصفة كتير طيبة رح تعجبكم، تعملوها على الغداء ولضيوفكم ولعائلتكم، وهي صينية الدجاج بالكريمة. بنحتاج لصدور دجاج مقطعة 400 غرام أو 500 غرام، وبنحتاج كريمة الطبخ، وهون البهارات عنا ملح وفلفل أسود وكاري وزنجبيل وبهارات الماجي وبهارات مشكلة، وعنا معلقتين كبار من معجون البندورة وثلاث فصوص من الثوم المهروس، وهون عندي كمان فلفل أخضر مفروم ناعم وبصلة مفرومة ناعم وبطاطا، وعندي هون كزبرة مجمدتها بالفريزر إذا في فريش كمان بصير، وعندي هون جبنة الموزاريلا، هون عندي كمان الهوت صوص أو الفلفل الحار، وطبعا الزيت النباتي. أول خطوة رح نقلي البطاطا، طبعا قطعتها مكعبات وملحتها، نقليها زيت ساخن. بعدها بنبدأ بالخطوة الثانية، نشيل البطاطا تقلت منيح، نحطها على ورق مطبخ حتى يمتص الزيت الزايد، نحط الكمية الثانية اللي طلت نقليها كمان نفس الطريقة. بعد ما قلينا البطاطا نبدأ بالخطوة اللي بعدها، نقلي قطع الدجاج بقدر عميق، أول خطوة ننزل البصل بالزيت الحار. نقليه كثير منيح، بعدين بننزل عليه الفلفل الأخضر، نضيف الفلفل الأخضر، نقليه مع بعض شوي، بننزل الثوم المهروس، بننزل عليهم قطع الدجاج، قطعينا قطع مكعبات صدور الدجاج هدول 500 غرام، ننزلهم نقليهم كلهم مع بعض. أعزائي لتنشف شوي ميتهم بننزل عليهم الملح والبهارات، مثل ما قلت لكم هاي ملح وبهارات مشكلة وبهارات الزنجبيل وبهارات ماجي وكاري وفلفل أسود، ننزلهم على الدجاج ونقليهم مع بعض، نتركهم على نار هادية لمدة 10 دقائق، وبعدين نرجع لهم بالخطوة اللي بعدها. أعزائي أثناء طهي الدجاج نقدر نضيف هلأ عليها معجون البندورة، وشوي من الهوت صوص، نقلبهم ونستمر بطهي الدجاج لمدة 5 دقائق أخرى، يعني كلها صارت 10 دقائق، نحطها على النار قبل ما نضيف لها الكريمة ونكمل الطهي تبعها. أعزائي تركناهم على النار يتقلوا مع بعضهم لمدة 10 دقائق، هلا بنضيف عليهم كوب من الكريمة، كريمة الطبخ، زائد كوب ونصف من الماء، وهذا المي نضيف عليها
وبنتركهم يتسبكوا مع بعضهم لمدة 5 دقائق. أعزائي تركناهم على النار يغلوا لمدة 5 دقائق. حطيت بس كاسة من المي، ما احتجت أحط كاسة ونص، ومثل ما قلت لكم كاسة من الكريمة الطبخ زائدا كاسة من المي، وتسبكوا مع بعضهم مدة 5 دقائق. هلا بنطفي تحتهم وبنضيفهم على بعض بصحن بايركس. أول خطوة بننزل البطاطا اللي قليناها مسبقا بصحن بايركس، وبعدين بنضيف عليها الكزبرة الخضراء وشوي من الفلفل الأخضر. نضيف شوي من الكزبرة الخضراء، هاي مجمدة طبعا، إذا عندكم فريش بيكون أفضل، بس هي النتيجة وحدة ما بيفرق يعني. بنضيف عليها شوي من البصل، عفوا الفلفل الأخضر. بننزل عليها الدجاج، صدور الدجاج اللي عملناها مسبقا قدامكم، ننزلها بالطريقة. بنضيف على الوجه الجبنة المبروشة، جبنة موزاريلا أو تشيدر مثل ما أنتم بتحبوا، بندخلها على فرن ساخن لمدة 10 دقائق لبين ما تدوب الجبنة، ومنطلعها بناكلها مع الرز أو مع الخبز مثل ما أنتم بتحبوا. موزاريلا بندخله على الفرن الساخن لمدة 10 دقائق، وبعد ما بيطلع بفرجيكم اياه ان شاء الله. أعزائي وهي وصفتنا لليوم صارت جاهزة، كتير رح تعجبكم وبتتقدم للضيوف وللعيلة وللأولاد، كتير رح يحبوها، وكتير وصفة سهلة وطيبة بنفس الوقت. يعني يا رب تكتبوا لي تعليقاتكم الحلوة وبتقولوا لي تجربتكم بهذا الصنف من الأصناف اللي عملت لكم إياها. أعزائي رح أسكب لكم شوي منها لتشوفوها قديش طلعت ناجحة وطيبة بنفس الوقت، ومكوناتها كتير رح تحبوها ورح تعجبكم. تتقدم طبعا مع الرز أو مع الخبز لحاله مثل ما بتحبوا بيصير. وهي وصفتنا لليوم، ان شاء الله بتعجبكم وتنال اعجابكم، وان شاء الله بتعملوها وبتكتبوا لي تعليقاتكم الحلوه. الى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.